شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بالأسبوع الثالث من شهر آب أغسطس 2024؟ يا عزيزي، بتشوف أنه مشاريعك تبصر النور بدون صعوبة بأول هالأسبوع، خاصة بين الأربعاء 14 والخميس 15. هو يومين كتير منيح بتسافر خلالهم أو بتتواصل مع الخارج بطريقة إيجابية. بعدين بتحذرك الأفلاك من التمادي بالأحلام والأوهام بين الجمعة 16 والسبت 17. ما تتورط مثلا بأوضاع دقيقة ومزعجة، ما تصدق كل ما يقال لك. هاليومين بيهددوك بالتراجع النفسي، كون حذر جدا وحافظ على واقعيتك. بتهتم بحب جديد ربما، أو بتخوض مغامرة استثنائية، أو بتعرف صداقة حلوة بتنعش الروح بين الأحد 18 والتنين 19. القمر المكتمل يوم التنين 19 ببرج الدلو بيجعلك محبوب وبيعزز شعبيتك. بين التلاتة والأربعة بتشتغل بجدارة وجدية، 23 والأربعة 21، يعني بآخر هالأسبوع. يمكن أفضل إنك تشتغل من ضمن فريق وإنه ما تتفرد بالقرار. كل شيء له علاقة بعمل جماعي يبدو ممتاز، سواء أنت كنت تشتغل بالشأن العام مثلا، أو بمجال تجاري أو إعلاني أو سياحي.